عشان تيجي جزء منها اكيد الزد دي هتكون مستهلكاه. يبقى الباور انا حسبته مجموعه باور ده زائد الباور ده. يبقى كده انا غلطان. ابدا افكر في حل تاني، ايه الحل التاني؟ انا لو نقلت السورس هنا دي الحل التاني، ان الكونسبت التاني ان هو هتكون لوسي صفر. ولازم اوضح اللي هو مثلا لما اجي ابدا احل المساله، المساله دي لوسي او لوسس عشان الدكتور يفهم انا فاهم ولا لا. هبدا من هنا، لقيت ان دي عباره عن سيركت، عباره عن امبيدنس ريال فولت، يعني عباره عن ريزيستنس. ريزيستنس دي بالكونسبشن باور. خلاص يبقى انا قدامي الحل الثاني اللوس سيركت دوت، ان انا اعمل ترانسفير تو لود. هي المشكله الثانيه هتقابلني، هو انا هقطع لغايه فين عشان انقل السورس للود؟ احنا مش عندنا طريقتين لحل المساله، اللي هي ترانسفيرت اللود اللي الدكتور شرحها وترانسفيرت السورس. المشكله في المساله اللي ترانسفيرت السورس، هقطع الترانسميشن لاين فين؟ يعني هقطع لغايه فين في الدايره عشان انقله؟ ما دي المشكله. انا هنقول لكم على المشكله كمان، هتظهر كمان في مساله رقم 4. هو انا عموما عشان اسهل على نفسي المساله لازم اقطع بعد نهايه الترانسميشن لاين دايركت على طول. ليه لازم اقطع بعد نهايه الترانسميشن لاين؟ عشان ساعتها الكرنت اللي بيكون موجود هنا بيكون بزيرو، فاقدر اعمل انتجريشن من هنا. ايه
الطريقه اللي انا عاوز لما اجي انقل البوب سورس من النقطه دي لنقطه ثانيه اسمها سيفننس. سيفننس طيب سيفننس دي شيرنج ليها اللي انا هجيب الفولت عند النقطه دي وبرده ريزيستنس او الامبيدنس بتاعتها. احنا اي كوفلنت الدايره دي في النهايه هتكون عباره عن الكوفلنت ليها زد 7 وفي 7. 7 سيرنج يعني ايه؟ انا عاوز انقل الفولت في السورس من نقطه لنقطه ثانيه. يبقى لازم اجيب الفولت الايكوفلنت دي والريزيستنس برده الايكوفلنت. فدلوقتي جبت ريليشن بين البي نوت ماينس والبي نوت بلس. فبدل ما انا عندي انون تو انون بقى عندي انون بي نوت بلس. انا دلوقتي عاوز اجيب البي اوبن سيركت اللي هي البي 7 والزد 7. البي اوبن سيركت اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي عباره عن البي زد على الزد تايل. تمام. انا عاوز دلوقتي احسب البي نوت بلس. مش ده يعتبر ان ده الكرنت عند الستار بتاع الترانسميشن لاين؟ صح؟ طيب الفولت هنا بكام؟ الايكويشن بتاع النقطه ده اللي هو البي زد اللي هي مش هيساوي بالظبط هو هيساوي الدي جي زائد هو الدي جي هيساوي الزد اللي في الاي اوبسيت نوت اوكي الاي اوبسيت بتساوي 0 في زائد في زد بتساوي 0. تمام. دلوقتي الدي جي هتساوي الاي زد ايكوال زد زائد الدي عند زد ايكوال ايه؟ 0. الفي جي دي كده كده معروفه صح؟ اللي هو قيمة البوت السورس ده نفسه قيمته كام؟ هو بيكون جيفين في المسألة بيساوي الـ i عند زد 0 الـ v نود بلس ناقص الـ v نود ماينس في زد جي على زد نود زائد الـ v عند زد بتساوي 0 الـ v نود بلس زائد الـ v نود ماينس صح؟ أنا كنت جايب ريليشن بين الـ v نود بلس والـ v نود ماينس هعوض من هنا هنا يبقى الـ v جي هيساوي الاول نخلي البي بلس الناحيه والبي ماينس الناحيه عشان نسهل على المساله. واحد زائد زد بي جي على زد نوت زائد بي نوت ماينس واحد ناقص زد بي جي على زد نوت. هعوض من هنا لهنا يبقى اللي هي هشيلها واحط مكانها بي نوت بلس اي اس سالب 2 جي بي تاني. تمام كده؟ البيتا بتساوي ايه؟ لو هو كان مديك البيتا يبقى 2 باي على لامدا صح؟ هو غالبا هيديك ال از فانكشن في اللامدا، لامدا مثلا ان لامدا، لان دي مثلا بتكون فراكشن ريال نمبر اي حاجه. ماشي؟ البيتا ال ديت اللي هي جوه التان او فكت زد ان او الباور بتاع الاكسبوننشال. طيب انا عندي اكسبوننشال اي اس سالب جي بيتا ال. دي الايكوفلنت بتاعها عشان اقدر احسبها على الكالكوليتر ايه؟ الايكوفلنت الاي اس سالب جي بتاعي. مش حد الاي اس سالب جي بتاعي. لا عاوز احسبها او ركز معايا. عشان السالب ايه؟ عشان السالب ده لو بوزيتيف يبقى هيكون بوزيتيف. ماشي؟ خلاص هطلع سبورة ولا بعد ما حسبت الفي نوت بلس يبقى قدرت احسب
الفاليو دي صح؟ انا عندي بيور بلس وعندي البيتا وعندي ال، فانا قدرت احسب الفي اللي موجوده هنا اللي هي الفي اوبن سيركت اللي هي الفي 7. زد سيجنز هتساوي ايه؟ زد نوت زد جي زائد جي زد نوت تان بيتا ال على زد نوت زائد جي زد جي تان بيتا ال. فيبقى الجزء دوت كده انا مش عاوزه صح؟ انا خلاص جبت الايكوالنت بتاعه اللي هو الفي 7 والزد 7 صح؟ طيب هنا الجزء دوت عباره عن الزد 7 والفي 7. انا لغايه هنا ما اقدرش اكمل ليه؟ عشان قابلني الجزء دوت. طيب انت عاوز تكمل؟ هتكمل بطريقتين، يا اما تمشي وتكمل تنقل السورس بالتو ريزيستنس دوت سيرس مع بعض هنا، لا اما تنقل اللود ده هنا. فانهي الاسهل؟ ده على فكره ده ترانسميشن واير. ده ترانسميشن واير يا جماعه. هل انا لغايه دلوقتي اقدر اجيب الكرنت اللي ماشي في اللود؟ ما اقدرش اجيبه. ليه؟ عشان لسه عندي ترانسميشن لاين تاني صح؟ طيب هل السيركت برضه السيركت ده هي اقدر احسب فيها الايكوفلنت كده؟ الفي 7 برضه 2 والزد 7 صح؟ انا السورس بالتو ريزيستنس بالترانسميشن لاين النقطه دي. حد معايا ولا ايه؟ لا اما انقل اللود ناحيه السورس، بس لازم اقف فين؟ لازم اقف قبل الريال باف. حد عنده مشاكل ولا تعتبر طب المسألة دي كأنها مسألة دي ماشي؟ عاوز برضه أحسب الباور اللي رايحة هنا عند زد ال. إحنا قلنا الباور ديت عشان أحسبها لازم أكون متأكد قبل ما أنقل اللود ناحية السورس لغاية النقطة دي مثلا، لازم يكون كل الريزيستنس دي أو كل الإمبيدنس دي ما فيهاش ريال باور. تمام؟ طيب انا لقيت هنا ان الزد دي قيمتها 25 اوم، ده عباره عن ريال فورت ولا لا؟ ريال فورت. يبقى دي هتعمل كونستراكشن للباور، فلازم اخد في اعتباري ان الريزيستنس دي ما اقربش منها. لو عاوز دي زد؟ اه دي زد. دي جت من جوه في النص؟ اه النص احنا ما جبناش جنبيها. طب فين اللي انا جبتها؟ زد فانا عندي حلين، لا اما انقل الزد ده هي الزد لود واجيب الزد انبوت واقف هنا، انا كده ما غيرتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه، جبت الزد انبوت بس، وبعد كده اروح احسب الكرنت.
الكرنت دوت هحسبه، يبقى عندي الكرنت اللي ماشي في اللود، وبعد كده اقدر اجيب الباور صح؟ لاما ادرج نفسي وانقل كل الكلام دوت ناحيه اللود، وبعد كده احسب الكرنت برضه اللي ماشي في الزد ال. فانا اسهل لكم من اللود واجيب الزد انبوت بتاعي صح ولا ايه؟ فيبقى الزد انبوت هنساوي زد نود في زد ال زائد جي زد نود تان بيتا ال زد نود زائد جي زد ال تان بيتا ال. انا دلوقتي جبت الزد انبوت صح؟ يبقى دي 7 زد 7 زد، وبعد كده دي ايه؟ زد ايه؟ انهي اللي هيمثل لي من ثلاثه ريزيستنس دول الباور اللي هيكونسيوم في الصوت في اللود؟ الزد انبوت صح؟ يبقى الزد انبوت دي هي دوت الامبيدنس اللي هتمثل لي الباور اللي موجوده في اللود. يبقى لازم احسب الكرنت اللي ماشي فيها. الكرنت اللي ماشي فيها ايه؟ يبقى الاي هتساوي ال في 7 على الزد 7 زائد الزد زائد الزد ايه؟ يبقى ده الاي. اجيب الماجنتيود بتاعه وارفعه واضربه في نص، والريال بار للزد انبوت عشان قلنا الزد انبوت دي بتمثل الباور اللي هتروح للود. هو ازاي احنا بننقل اللود للجنريتور وفي الزد هنا ليه؟ ما انا ما نقلتش، انا ما جيتش جنبيها، انا قلت لو عاوز انقل من هنا لهنا اخد بالي ده ريال بار، يبقى لازم اقف قبليها، اقف عليها قلت هنا وانقل من هنا انقل اللود لغايه ما اقدرش اكمل، عشان لو انا كملت هدخل دي معايا، ولو دخلت دي معايا يبقى الباور اللي هحسبها هتكون مجموعه الباور اللي هنا واللي هنا. فهنا انا ما فيش ترانسميشن لاين، فادي النقطه اهي النقطه اهي اللي هي النقطه دي والنقطه دي وادي زد انبوت، وسبت الريزستنس دي زي ما هي وما قدرتش اجمعها على الزد انبوت، ما ينفعش اجمعها عشان لو جمعتها يبقى الباور اللي ماشيه يعني لو قلت دي كده عملتها كده كده غلط، عشان انا جمعت الزد مع الزد انبوت يبقى جمعت الباور اللي كنت يوم هنا والباور اللي كنت يوم هنا. تمام؟ ممكن انقل بقى كده الحته دي كلها وتخليها في 7 وزد 7، طول ما انا ما جيتش جنب ده وخليته لوحده خلاص الاقي ان الزد 7 طلع لي التاثير بتاعها او الايفكت بتاع الزد في الزد 7 ما جاش جنب اللوك. تمام؟ انا لما انقل دوت كله اجيب الايكوفرنت بتاع في 7 والزد 7، تأثير الزد دي هيكون موجود فين؟ في الزد 7 دي جنب الزد دوت؟ لا. فلما اجي اقول بعد كده لما بعد كده انقل يبقى ده الزد نود وده الزد 7 وده الفي 7 صح؟ الريال بارت بتاع الزد هيكون موجود هنا. ما جاش خالص جنب الزد نود. فانا لما بحسب الكرن اللي ماشي هنا واضربه في الزد نود خلاص جبت البار اللي موجود في الكونسيوم في الزد نود. حد عنده اسئله؟ حتى
كيمست قلنا نبص على المساله في الاول. هنبص هل المساله كلها قلنا فيها ريال بارت غير الزد ال او الزد بتاعت الجنريتور دي ماليش دعوه بيها واللود ماليش دعوه بيها. ابص باقي الامبيدنس هل دي امبيدنس ريال فيها جزء منها ريال بارت او بيور ريال؟ مفيش صح؟ يبقى انا دلوقتي هنقل للسورس. بس المشكله هنا حاجه، انا ممكن انقل للسورس او اقول لك هتنقل فعلا وانت هتنقل للسورس. المشكله حاجه هو عاوز الباور اللي موجود هنا لوحدها والموجود هنا لوحدها، يعني باور كونسيوم زد واحد لوحده والباور كونسيوم زد اثنين. انا لو نقلت ده كله الناحيه الثانيه التوتال يبقى دي هتكون توتال امبيدنس للدايركت. ده اللود التوتال. وهنقله هنا بقى التوتال، يبقى الباور اللي هكونسيوم يبقى الباور توتال في زد واحد وزد اثنين. انا ممكن اللي بعد اجيبهم اجيب الكرنت دي بس والكرنت دي بس. ما الكرنت دي بس ودي بس تبقوا ازاي؟ ما هنلموا مع بعض خلاص. مفيش
ريال بارك مش هينفع اعمل كده. ايوه مش هينفع اعمل كده صح؟ فانا اقول لك بقى لو هي ريال بارك خلينا نحل المساله دي كانها ريال بارك عشان ممكن تيجي في الامتحان ريال بارك. عشان الدكتور اكيد يعني عاوز يجيب لكم مساله اللي انتوا تحولوا فيها ناحيه السورس. لازم تجيبوا في سيلينز وزيت سيلينز والكلام ده مش هيتعمل. طب وانا لو كانت بارك كانت ريال بارك مش هينفع احول السورس دي للجيبه؟ لو في امرجنسي برضه مش هينفع اعلق السورس اودي لل لا ينفع نفسها هيبقى اصعب بس هتكون اصعب. انت شايف الطريقه دي انا حليتها في خطوتين. انت بتحتاج انت لما تيجي نقل من هنا لهنا انت محتاج البي سي بي. لا انا هنقل من هنا لغايه قبل ال مايك هنا مايك انا محتاج برضه زي بي سي بينز وبارس وبي سي بينز الكلام دوت هياخد مجهود. انت عاوز يعني تقعد تجيب الفولت هنا وتجيب الريليشن هنا وتجيب الريليشن هنا تمام. انا بقى في حد كان عنده لسه هجيب اللوب يعني المايكرو. انت قصدك ايه؟ لما اجيب دي ما كده كده لازم اجيب دي هنا واجيب دي هنا. هل بقى اجيب دول كلهم هنا حسب بقى التو امبيدنس بروت او اجيب دوت هنا حسب برضه التو امبيدنس بروت؟ طيب هل لو دي ريال بقى اعمل ايه؟ لو دي ريال بقى اعمل ايه؟ طب حد يقول لي بقى كده لو انا قطعت من هنا اعمل شكل انا كده صفر ايه؟ انت عارف انت كده حضرتك عديت مقاومه. انا عديت مقاومه لازم هتخش معايا في الحسابات طبعا لازم ابديها. هو لازم ابديها عشان اسهل على نفسي لكن ممكن اعملها بعديها. حد كده تبرع ولا لا؟ هو الكرنت بتاع الترانزميشن لاين ما اقدرش اقول عليه يعني الكرنت ده مش بتاع الترانزميشن لاين ما في ريزيستنس عليه مش لازم يدخل لها كرنت ولا غلطان. محدش عنده يعني لو حد فكر تمام يعمل بعد الريزيستنس دي الريليشن هتقدر تجيبها. انت انا دلوقتي ما عنديش الكرنت زيرو الريليشن اللي كنت بجيب منها العلاقه بين الفي نوت بلس والفي نوت ماينس. طب الريليشن دي اجيبها ازاي بقى؟ هو مش دوت عباره عن الكرنت عن النقطه دي كرنت دوت الاي يعني زد بتساوي ايه صح؟ الكرنت ده اكيد كله هيمشي هنا عشان دي الحته دي هتكون اوبن بالنسبه لي صح؟ يبقى الكرنت هيحاول كده ويمشي هنا صح؟ طيب الفولت دوت اللي على الريزستنس مش هو كده الفولت اللي موجود على الاند بتاع الترانسميشن لاين صح؟ يبقى انا دلوقتي الريليشن هتكون موجوده ازاي؟ ان الفي عند الزد ايكوال ال هتساوي الجي 100 في الكرنت عند الزد. هنا عباره عن في نوت بلس اي اس سالب جي بيتا ال زائد في نوت ماينس اي اس بلس جي بيتا ال. هنا جي 100 على الزد نوت في نوت بلس اي اس سالب جي بيتا ال ناقص في نوت ماينس اي اس بلس جي بيتا ال. ده معروف بالنسبه لي ده معروف بالنسبه لي ده معروف ده معروف دوت وده هو اللي فينا انا اقدر اجيب ليش ولا لا؟ ماشي؟ حسب ما انت هتقطع فين هتجيب ريليشن. يعني ما اقطعش هنا واقول كرنت زيرو. انا كده بقول الدكتور اديني زيرو على طول وش. ماشي؟ خلينا في الطريقه اللي احنا متعودين عليها. طيب اللي احنا قلنا لازم اقطع بعد الترانسميشن لاين على طول صح؟ عشان نسهل على نفسنا. قلنا الترانسميشن لاين لما اقطع من بعديه يبقى الاي عند الزد ايكوال ال تساوي من هنا اقدر اجيب ريليشن ان الفي نوت ماينس بتساوي في نوت بلس اي اس سالب 2 جي بيتا ال تمام؟ يبقى انا جبت اول ريليشن. طيب احنا قلنا هنجيب بعد كده الفولت اللي هنا الفولت السيجنز او الفي اوبن سيركت بتساوي في زد ايكوال ال هيساوي في نوت بلس اي اس سالب
احنا قلنا بعد كده هندور ازاي اجيب الفي نوت بلس. هجيب الفي نوت بلس منين؟ من الايكويشن دهيت، ان ده في عند زد ايكوال 0 وده الاي عند زد ايكوال 0. يبقى الفي جي هتساوي الفي عند زد ايكوال 0 زائد الاي عند زد ايكوال 0 في زد جي. الفي جي دي كده كده معلومه بالنسبه لي، الفي نوت عند زد تساوي في نوت بلس زائد الفي نوت ماينس زائد زد جي على زد نوت في البي نوت بلس ناقص البي نوت ماينس. معايا الأرقام؟ يبقى الفي جي تساوي البي نوت بلس 1 زائد زد جي على زد نوت زائد البي نوت ماينس 1 ناقص زد جي على زد نوت. من هنا تعوض الريليشن دي هنا هنا، يبقى عندي واحد متغير واحد اللي هو بينو بلس، فاقدر احسب الايه؟ البينو بلس. تاني حاجة عاوز اجيب بقى الزد 7. خد بالك بعد ما تجيب البينو بلس ارجع عوض فيها هنا هنكومتها هنا عشان اجيب الدي 7. تمام؟ ما احطش البينو بلس على طول كده على اللي هو كانها في 7 تمام؟ عشان ما حدش ينسى. الفي 7 زد 7 زي قلنا هتكون زد نوت زد بي زائد جي زد نوت تان تيتا ال على زد نوت زائد جي زد جي تان تيتا ال. يبقى انا دلوقتي جبت الايكويفالنت اللي هو الزد 7 والفي 7، يبقى اقدر افتح ده صح؟ احط مكانه ايه؟ ده الفي 7 وده الزد 7. ودي احنا قلنا هنجيب مكانها زد انبوت 1 ودي زد انبوت 2 صح؟ خلي بالكم ان كل ترانسميشن لاين ممكن يكون ليه لينس معين او ليه بيتا ال معين، عشان لما تيجي تعوض في الزد ان يبقى ده زد انبوت 1 وده زد انبوت 2. طيب العمل دلوقتي ايه؟ ايوه كده عندي اللي هي بارلل مع دلوقتي عايز احسب ايه؟ عاوز الباور اللي موجوده هنا والباور اللي موجوده هنا كل واحده لوحدها. انت ممكن برضه تيجي من هنا وتجيب الفي 7 والزد 7 هتكون سهله بالنسبه لك جدا. ليه؟ عشان ما عندكش ترانسميشن لاين. الفي 7 صعبه ليه؟ عشان عندك ترانسميشن لاين. لكن لو هي عباره عن ريزيستنس بس انا ممكن عادي اجيب الفي 7 الار 7 دي هتكون اسهل بالنسبه اللي انا هعمله. اللي انا هعمله كنت هعمل ايه؟ وان انا هاخد دي مع دي مع دي سيريس واخدها مع دي بارلل واجيب الكرنت. تمام؟ جبت الكرنت دول. الكرنت ده هو اللي ماشي في زد 7. اعمل الكرنت ديفايدر اجيب الكرنت اللي هنا. لو اقول دلوقتي هحط ايه؟ الكرنت هنا هيبقى من جوه على طب هعمل ايه؟ ثلاثة ريزيستنس دول هسميهم زد كويبل. وبعد كده الزد توتال هتساوي الجي 100 بارلل مع زد كوردر. يبقى دي اقدر اعوض عنها ازاي؟ دي زد سيجمنت هنا ودي سيجمنت ودي الزد توتال صح؟ اقدر اجيب الكرامت اللي ماشي في الست صح؟ لما اجيب الاي دوت هو الاي ده اللي هو اللي خارج من السورس. عشان اجيب الكرنت اللي ماشي هنا هستخدم كرنت فايل. الكرنت هنا هيساوي ايه؟ الاي واحد. بسميه الاي واحد هيساوي الاي في الريزيستنس الثانيه. لو انا عاوز اجيب الكرنت هنا هستخدم كرنت فايلر ازاي؟ الكرنت دوت في الريزيستنس البعيده اللي هي اللي مش موجود فيها الكرنت اللي انا عاوز اجيبه على ما تحط الريزيستنس. يبقى اي في جي 100 على الجي 100 بلس الزد
جبت الكرنت هنا خلاص يبقى الباور في الزد انبوت واحد يبقى نص للباور سكوير في الريال باور بتاع الزد انبوت واحد، والبي 2 هتساوي نص الكرنت في الريال باور بتاع الزد انبوت. حد عنده مشكلة هنا؟ الكلام ده لو من غير الجيم؟ الكلام دي الكلام ده لو 10 بالجي من غير الجيم، على اساس انا كنت شايف في دماغي اللي هو الحاجه اللي احنا هنعمل في الاول البي 1 على البي 2 والبي 1 بلس البي 2. لو انا مش في دماغي الحل دوت او لازم احاول غصب عني من السورس للود عشان اجيب بالباور دي لوحدها ودي لوحدها. لكن لو انا عارف الحل التاني، لو انا عارف الحل التاني خلاص هقول البي 1 على البي 2 بتساوي كذا والبي 1 زائد البي 2 بتساوي كذا وعوض هو غير بتاعه البي 2. دي صح ودي صح. لو كنا قطعنا من بعد الجي 100 ما كناش هنحتاج ال الديفايدر كده. انا ممكن عن الحل التاني بقى، بس يعني بدل ما اعمل كارت ديفايدر واعمل كده هجيب ال 710 كل ده. اي نقطة انا مش عارف اجيب فيها الكارت او الفولت اجي من عند النقطة انا مش عارف، يعني لو فيها زي مفيش ترانسميشن اجي عند النقطة اللي انا عاوز اجيب فيها الكارت واقف. طب انا لو قطعت من هنا يبقى النقطة دي بالنسبة لي اوبن والنقطة دي بالنسبة لي اوبن. أنا عاوز أجيب البي 7 هنا والزد 7. طيب لو عاوز أجيب الزد 7 هعمل إيه؟ الزد 7 هعمل إيه؟ هعمل البولت السورس دوت شورت. يبقى هتكون في ترانسميشن لاين، يعني
معانا الاي مش تقديره بس لو في ترانسميشن مايك. زي المساله زي اللي قلت الكونديشن الاولاني ان الكرنت لو هنا في ترانسميشن مايك يبقى الكرنت اللي ماشي هنا ما اقدرش اقول عليه زيرو، يبقى الفولت عند الزد بتساوي ال بتساوي الريزستنس الجي 100 ديت في الكرنت عند الزد بتساوي ال. ماشي كده؟